مشاهدينا الكرام، ينطلق الشوط الثالث عشر هنا ايضا في هذا اليوم ضمن مهرجان المؤسس. هنا ننطلق مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام وبلشة صاحبة التوقيت الافضل هنا مع بن زيتون لسيد محمد بن زيد بن محمد بن زيتون المهيري صاحبة اول اشواط هذا اليوم. تهانينا للمجازف على فوز بلشة حيث حققت هنا المسافة، وهذه هي بلشة تشاهدون عبر قناة الريان الفضائية، 7 دقائق 36 ثانية 75 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. ينطلق الشوط الثالث عشر ورصدت له سيارة نيسان بيكاب للفائز بالمركز الأول. نسير مع هذه الأسماء وناخذ المقدمة والصدارة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام هنا، حيث المركز الأول والصدارة الأولى تأتي المتحدة محمد بن حمد بن سالم النابت المري يأتي على صدارة على المقدمة على المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام من ايضا القادمه اللي هي ناصيه محمود بن محمد بن سالم الوهيبي وصل مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث ايضا تصل في هذه اللحظات على المركز الثالث. القادمة ايضا دغاشة العلي بن سالم بن مبارك المنصوري وصل في هذه اللحظات، بينما هنا القادمة في هذه اللحظات على المركز الرابع وصول هنا من اللي هي الوثبة سهيل بن مسلم بن قنزول العامري بدأ يتدخل ايضا ليكون منافسا في هذا الشوط، بينما المركز الخامس وصلت ايضا حاملة رقم 3 واللي هي المتحدة محمد بن حمد بن سالم النابت المري. هذه هي النتيجة، هذه هي الاسماء الخمس المراكز الاولى المتقدمة، ولكن التغييرات جرت وطرت. ناصية على الصدارة، ناصية على المركز الاول، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتواصل في هذا الانطلاق، قدم ناصية بهذا الأداء الجميل، بينما المركز الثاني وصلت الوثبة سهيل بن مسلم بن قنزول العامري، بينما المركز الثالث حرير محمد بن رايد بن غالب المنصوري قدم حرير قادمة من ميدان الوثبة للمشاركة في هذا الشوط، بينما هناك الوصول أيضا من الاسم القادم على المركز الرابع يأتي أيضا محمد بن خلفان بن علي الرفيسة الاكتبي يقدم وصايف، ومن الجانب الآخر دغاش القادمة بشعار الربيعي علي بن سالم بن مبارك الربيعي المنصوري وصل في هذه اللحظات. هذه الأسماء ولكن الشعارات قادمة من خلال المشاركة، 76 اسم مشارك في هذا الشوط. العودة إلى صدارة، العودة إلى ناصية، ناصية 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 هي في المركز الأول، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتواجد مع الصدارة، ينطلق مع المركز الأول، ولكن الرفيسة قادم قادم من خلال هذا الاندفاع يقدم هذا الاسم وينطلق بخلال وصايف محمد بن خلفان بن علي الرفيسة الاكتبي. حرير من تاتي على المركز الثالث، حرير القادم محمد بن راشد بن غالب المنصوري ياتي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الوصول من شعار بالكيله وصل يقدم الوثبه يمع بن مبارك بن هادي الاحبابي وصل في هذه اللحظات تاتي على المركز الرابع. والمركز الخامس قدمت فيه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، تاتي في هذه اللحظات اللي هي حرب مسلم بن علي بن دري المنصوري. هذه هي النتيجه، هذه هي الاسماء، ولكن هناك نسير مع الصداره وناصيه ناصيه 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 في الصداره، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي ياتي مع ناصيه على الصداره، وصايف قادمه، وصايف قادمه في المركز الثاني تأتي بشعار محمد الخلفان بن علي الرفيسة الاكتبي القادمة أيضا بهذا الأداء، والمنطلق من ميدان الزيد هناك بدولة الإمارات العربية المتحدة، الوثبة قادمة يمع بن مبارك بن هادي الأحبابي وصل في هذه اللحظات، وهنا الوصول هنا الانطلاق أيضا من خلال السرمدية لحمد بن ضعيف بن حمد بن غدير وصل في هذه اللحظات يقدم هذا الاسم، ينطلق مع المركز الرابع والمركز الخامس من الجانب الآخر شعار بالحب
وصل وانطلق الى المركز الخامس ليقدم ملوح مبارك بن محمد عبد الله بالحب العامري. اعود الى وصايف، اعود الى وصايف، احد الاسماء القويه والمصنفه في هذا الشوط من خلال الانجازات في ايضا من خلال الانجازات السابقه. نعم اعرف هذا الشعار جيدا، ممثل الزيد الدايم يتواجد هنا، الرفيس الرفيسه بدا ينطلق هنا ما شاء الله، الشكل جميل والاداء رائع هنا مع الرفيسه وصايف محمد بن خلفان بن علي. الرفيسه الاكتبي وصلنا الكيلومتر الاخير، هادي وصايف، هادي وصايف، وصايف وصفنا وصايف بهذا الشعار، شعار محمد بن خلفان بن علي. الرفيسه الاكتبي دائما ياتي بنوعيات رائعه وجميله، هنا ياتي محمد بن خلفان بن علي، الرفيسه الاكتبي بدا يباعد. شوف عطنا الثانيه المخرج، وين الثانيه مع 600 متر الاخيره، الله 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 الله، الرفيسه 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 يعزف الوتر الاول مع الفوز والانتصار بدون اي اوامر تذكر، ولكن الثانيه وصلت، الثانيه وصلت لراشد بن محمد بن دحروي. وصلت كوادر، وصلت كوادر، تدخلت كوادر، حرك وروح مع الصدارة، روح مع الانطلاق، يا سلام يا سلام يا ابو حمد، واصل كوادر، واصل كوادر، ولكن وصايف، وصايف 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 على الصدارة، وصايف على المركز الاول. هناك الرفيسة محمد خلفان بن علي، الرفيسة الاكتبي ما زال على الصدارة، واصل وصايف لراشد بن محمد بن دحروي العامري، ولكن خط النهاية، خط النهاية، الله 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 الله، وصايف وصايف وصايف، كوادر كوادر، ولكن وصايف، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. إذا وصايف هي من وصفت هذا الشوط، تهانينا والناموس. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، المركز الثاني كوادر قدمت عرض رائع وجميل، الله يقول الحق، راشد بن محمد بن دحروي العامري كان أداء جميل ونجومية رائعة. المركز الثالث وصلت فيها حربة سلم بن علي بن دري المنصور، المركز الرابع وصل شعار ايضا ملوح مبارك بن محمد عبد الله بالحب العامري، والمركز الخامس وصول ايضا من خلال بن ظبيان عامر بن راشد بن سعيد البريص المري. اعود بالتوقيت الزمني 7:41، 35 جزء من الثانيه، وصايف محمد الخلفان بن علي رفيسه الاكتبي 7:41، 49 ثانيه، 59 جزء من الثانيه، اللي هي كوادر راشد بن محمد الدحروي العامري. المركز الثالث 7:42، 79 جزءا من الثانيه، تهانينا لمالك حربه مسلم بن علي بن دري المنصوري، لك التحيه يا ابو علي على